واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر الله والحمد لله استغفر الله ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد ازداد بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمريا صلى الله عليه وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى صلى الله عليه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليهما السلام في نسوة من الحضيرة القدسية صلى الله عليه وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلى له سنام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
Ya Allah,
جمعنا يا الله غاية الحسن والهتام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واعطينا بقاء سألنا Oh,
حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك.
اللهم تقبل وأرسل صواب ما قرأناه من قراءة القرآن العظيم وقراءة الصلوات هدية وسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة وصل إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر حملة شريعة سيد المرسلين والآخذين منهم ثم إلى أرواح كل ولي وولية الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها وأيامنا إلى شمالها وصل سلطان الأولياء سيدنا شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل مشايخنا وشيوخ مشايخنا وآباءنا وأماتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومحبينا ومن يلد بنا ونلد بهم ومن انتسب إلينا وإلى أرواح أموات المسلمين في هذه القرية ووصولهم وفرعهم وأهل سلسلتهم اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم ادخلهم الجنة وعيدهم من عذاب القبر وفتنة ومن عذاب النار اللهم عاملهم بما أنت أهله ولا تعاملهم بما هو أهله اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم ادخلهم الجنة من غير مناقصة حساب ولا سابق عذاب اللهم أنسهم في وحدتهم وأنسهم في وحشتهم وأنسهم في غربتهم اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم افسح لهم قبورهم مد بصرهم وابرش قبورهم من فراس الجنة اللهم املأ قبورهم بالرضا والنور والفسحة والسرور اللهم انقلهم من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنة الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة اللهم احشرهم في زمرة المقربين وبشرهم بروح وريحان وجنة نعيم اللهم احشرهم مع أصحاب اليمين واجعل تحيتهم سلام لك من أصحاب اليمين اللهم بشرهم بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية اللهم اجعلهم في بطن القبر مطمئنين وعند القيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى كل درجاتك السابقين اللهم اجعل عن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا وعن فوقهم نورا وعن تحتهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك اللهم انظر إليهم نظرة الرضا فإن من تنظر إليه نظرة الرضا لا تعذبه أبدا اللهم اقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته اللهم اغفر لهم في المهديين واخلفهم في عقابهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين وابسط لهم في قبورهم ونور لهم فيه آمين اللهم يا محول الأحوال حول حالنا بعد عدمهم إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال اللهم بارك لنا ولجميع أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلاميذتنا واجعلنا من العلماء العاملين إمام المتقين صالحين طائعين لك ولرسولك اللهم ارفع درجاتنا وطول عمرنا في عبادتك وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وحبب لنا الناس أجمعين
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم وفيكم بطاعتك وارزقنا برهم في الدنيا والآخرة ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم حصل مقاصدنا ومطالبنا في جميع أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة باليسر والسرعة والخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار عجيب يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة يا الله ببركتي وبأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته